ما فاكتوري عاد بدي اعطيك عافيه قوم حولها انتهى يعني لو شو اسمه لو كبرت بالنسبه لي بس استعجل اه والله احسن لك هذا الشرموط اللبناني تعرف انه درزي هذا لبنان. اي من اسم هو دروس لبنان هو من دروس لبنان اي من اسم لبنان اي من دروس والله اصالة صراحة اصالة درزية حبك ما الخمرة أحسن من كل شيء خوش شعب هيك شعب بدي كلها نفس الوقت بدك سنة بس مش هون مش متى بسمحوا لك طيب متى بسمحوا لك الله حسب ربنا بس يا ما تفضل بدي مستشفى جنين اقل لي 6 شهور قال كلام ما ناي المرقص انا ناي بس كيف العنايه الخاصه بك يا خاصه ما عمري خاصه يتجاوب على كثير يتجاوب على كثير عنه ما عمري خاصه لازم انسان سبيشال بده ما عمري خاصه انسان زي اه بعدين حالتك ما يعملوا عليها مشاريع تخرج انت قاعد نفسيا مش مشاريع تخرج اي دكتور نفسي بتمنى يعمل عليها مشروع تخرج تبعه هذه غريبة غريبة يعني ما مش زي ما في وقلنا والله هيك مش بس أخوك بهنيه الألماني عدد الألماني الألماني غلبوا فيه بألمانيا سنة غلبوا فيه الدكاترة كذا حمست القاضي قال لي ابن جاب بنت صغيرة قال له هي جابيني قال له ابيعها قال له ودي بدك قال له بدي ماك يا ابو قال له ماك اعطيها عفان مارك وايش اعطيها؟ اخذ منها بطلع على ورقة خلص ما اخذ مين اخذ مين؟ بنت شيخ اخذ المشكلة طلقها طبعا طلقها ضحك عليها شو مشي لك عريض طلقها هي يا باي شو خسر عليه هي اللي علمته وسكنته وطعمته ضحك عليها لا والله ما ضحك عليها مين ضحك عليها زي طيب شو هو فيكها وهي بالاحرى ايش بتتسوي كبرت وعرفت برضه هو عرفت انه عرفت انه صار صار قطع سهل عرفت منه قال ذرا شفي مش كي حكت لا بس مشروع بتفاه يا ريت ما كشفت لي شيء ليه يا ريت ما كشفت حبي سك بيحب سك جد بيحب سك نعم شو خد عينك عينك ما شوفها شفت والله لا تشتغل عينك ما شوفها لو سام ما شوفها لو سام بس يا إخوان من الظهر ما أكل قاعد حاجة بقى الحمام أصل فوت قاعد فوت طب فوت خد راحتك تروح وتيجي تروح وين تروح تيجي أصل راحت فيه راحت بس إيش حامي ما دام تجيني حامي رأسنا راحت بس خفيف يعني مش يعني طلقة خفيفة وصلت لكن خليها خفيفة جيت بقى طلقة فسوة مش شت هذا الحكي اللي بحكيه مش من خليه يعمل اللي بده يعني احنا مش مهتمين احنا مبسوطين انا مبسوط بالقعدة انت مبسوط بالقعدة انا مبسوط حد اكون حد نروح مكان نروح لا مش هيك بحيات دا رب العباد حاب ان اكون قمة يعني مش نلعب تشكاصي ما استصرف هيك بالدايك انا فاكين اسرائيلي ها انا فاكين اسرائيلي لا نو شو
إيش أنا فلسطين إسرائيل هاي أنا فلسطين إسرائيل هي هاي فلسطين إسرائيل هاي هي بهني هاي فلسطين إسرائيل هاي صح هي يا أقول له شت هو شو اللي حكيت ده في إسرائيل قال إنه هاي فقط إسرائيل يعني نفسها إسرائيل إسرائيلية هاي هاي نفس إسرائيلية لا بالله من إسرائيل لا مش إسرائيل من الأردن من بالي سد من بالي الأردن من أمريكا قصدي إن إسرائيل مراقبين كل شيء بيحاء عرفتوا هذا شو العبيد يا سند الداخل راح يتغلب حتى بدعنا نقول لا ليكم ابا بجيب سيري لو كان بيعرفه من زمان هو بيعرفه ولا كان بتوجيهها فسأل مين سأل نور الدين قال له سأل حقون مين نور الدين اخوي صار حمد صار حمد نور الدين ابو سلام فقال له يا سالم حكوية بعدين إجعي قال لي أخوك تاد شق حياته بالصخر شق حياته بالصخر كيف حياة قرصة كان هذي قال شق حياته بالصخر بالسهل هاي بالسهل اللي هو فيها هسه مش بالسهل هو سمعوا مصاري وبن عز والله ما أعطاني تعريف يا سالم بس بالسهل هو تعب فيها لا بالسهل هو تعب فيها بالسهل مين سهل أخوي ربيع بحس شان أنفوه مهني تعرف مين شبه ولا ربيع زمان أمي أسمي هاي اللي بتحب ميم وقالت روح لبلدك من هاي روحي إيش؟ روح لبلدك من هاي روح لبلدك؟ روح لبلدك من هاي وصلت أنا تذكرت جوليا هاي جوليا سدة مسكين جوليا ما بتطلع منك مسكين حاب تساعدني بس كل واحد لنا فرقة كل واحد لنا إليانا الجزء واحدة عربية إبنانية مش عربية تايلاندية بنت مليونير بنت مليونير عنده صاحب سيارات ملياردير جد؟ ملياردير أنا عارف لها بنته بتحدنا عندي من 4 رايح أنا بخب صاري وأخب وليس لها مجرد ما بدي صارع ما مشاني مشانك ما بدي أتعرف منك أنا بروح بس في الحيطة أطلعت تحملتها أول أسبوع بعدين فقعت وشوها بعدين إيش؟ فقعت ما تحملت إيش؟ ما تحملت إيش؟ قلت له كان جوه جهنم بدي أكون جهنم أطولها فتكون جوه جهنم 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 أطولها طالته؟ ما كفور هذا اسمه حكاية إيه؟ تحدد ذات الله يكفور هذا تحدي بس ما طارت وياك ها ما لا بجهنم بحنا نقول لو يعني شفت بس هي طارت ويا يعني بالأخير ولا لا طارت وطارت مرة لما تحب هذه مش مرة لما تحب مش تزال لما تحب من قلبها من قلبها بحب من قلب المرة يعني ما يعني ما يعني بس في المجرم اللي صار هذا مجرم يعني حتى نتنقو مجرم يصير ضرب بالنار بيجي ضرب بالنار يعني جزء قدامه جزء في قوانين بحط اللي بيكسر ضرب بالنار بشكل هذا هي يعني مثلا مين سواها بالله عليك لو انا اقول انا لو بسوي قانون اللي بيكسر قلب امراه بتحبه كثير وله قصه هيك غريبه قصتي انا يعني يعدموها يعني جريمه وهيك عقابها هاي الجريمه هيك عقابها انا بحب الدستور بايدي بس هو شو عمل؟ بس هاي طريقة من العباد انه بمتحن وبعطي بيحرم كل شيء بيعطي كل شيء بس انتهى هاي قوانين المشايخ بيحكوا لي اياها اخويا مشايخ الله بيحط لي كل شيء بيحرم كل شيء بيعطي كل شيء بيعطي كل شيء اي كل شيء كل شيء يعني لو بيحرمك بيحرمك منيح والله لو كنت يا اخوان اللي جيت من امريكا كنت بس الدباز من فوق ما فيش لها نعل يعني لا تعصيش على الجسم على بعض بس والله والله يا شادي جيت من هاي اول مره ولا ثاني مره لا اخر مره جيت هون اخر مره كنت رايح على واحد عربي من رام الله وصنعت صعيد صنعت مدريد خليل كان صنع خليل كنت رايح عليه صنعت قلت له خربوا ما بينك وجيت هون فاعطاني عبد الجنين عنتاوي اعطاني عبد الجنين مين هذا؟ العنتاوي العنتاوي السجر يا اخوان شو اسمه عبد الجنين ليوس القوات عند ليوس سيد ليوس
وصلت ضارب اكثر منك انا المهم اعطاني كل درهم من عنده جرفان بعد وصلت على كثير درهم كثير قوي بدرايف اعمل لك شو 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 دكتور شو شو صار من وعد بكل يا اخوي يا اقوى وعد ايش الاخر وعد بكل والله مسحوق ايش يعني يدخل في المفاعلات النووية يدخل في المفاعلات النووية أو ما بدي أعرف بس تروح تراهن لسه لها أثر لا لا بيجي لما تسوى ما بتعرف الريحة شو يعني أنتم بتحط لي أصبع بين الرأي بس ما ريحة أنا بس أصبع ما له ريحة هم ما له ريحة بس لما بس حتى تلمس أصبع جاي كثير يعني بس ما رتفيح يعني لا يستيح لا بس ترى ما فبدعيناه دعينا حد دكتور وصار ما في ماء صار ايه ما في ماء وانا في بورا وانا كان وكان ابوه كان ابوه بورا وكان ابوه بورا عربية المرة اللي في قلب مرة جاد والله في قلب مرة سالقة مش لعوبة طب بالله ليش سويت شنو يعني شحال من ماما شادي في إشي قبل في إشي قبل حرام عليك ولا صغار في التاك ولا صغار إيه في التاك لازم وأنا بقول بنفر يعني تسمت الواحد خير صغير يتسم جدا خلاص صغير صغير يعني طبطب له هيك خلاص له وساعده بيدخل إيه وبعرف كيف على عنيا دعت الناس كنا بقولنا دعت الناس قديمة عشان الناس قبل الأمر الناس قديمة الناس قديمة شو الناس قديمة مش كون مش كل واحد كتير وإحنا بنا وإحنا فلان وإحنا فلان بعرفين عمي بالناس قال ابن تاج يقول توصل قال شو اسمه عبد العزيز شو اسمه عيتك عن عبد الله قالوا هي هي عمو شو اسمه عمو إيش فنحل الزاين وخلاه مبيدة بناس قديمة اتصل فيه إذا أخذني أبويا إذا أبوي محروق أمواري محروق يعني حدني لي معوال خاصة أبويا ما معوال خاصة يعني دمه مش طبيعي يعني وعشرة من الناس معروفين يتوه بس على مش زين أجل لما يجي نسير على كبر حلوة أيوة هذه صح؟ كثير أبو عادة أبو عمران السعودي رحمة الله عليه حكي عشان تجمع في الدنيا قال لما يجي الواحد اللي يقول فيه الجورات كبر يا الله شو حلو يا أحد من الدنيا إيه أبوي محروق ما بديش كده طبعاً بديكي صار واحد عنده أنت لك معزة خاصة بقلبه يعني معاملة خاصة الله يبديك يعني حد صفر في الروح طبعاً يعني كان بديك الله مسكين أبوه عاش حزين وما تقول عاش حزين وما تقول مسكين رحمة الله مسكين عاش حزين وما تقول هاي نكتبها على قبره على قبره على قبره على قبره أبوي رحمة الله أبوك قبره قبر الوالد أبوك مسكين مسكين لابس مع عمي دعم بيليا مع أختهم ورعش فيه كمان عمي جيعة يعني ماذا قلت الإخواني واحد واحد يوزي الدائرة الأخوان جد؟ يعني يقولون جنبال جنبال؟ جنبال حلو حلو جد عمي عبد العسل أبو العسل أبو العسل أعرف قول ثاني بالصنع راح شو اسمه ما رضيش ما رضيش يسلوه إلى عمل مجلس البلدية صار زوجته ما تقال مثل هذا على مجلس البلدية يعني حاجة يعني شديد على مصاري يعني شديد على مصاري يعني ما في مصاري انت عبد الله أبو العسل المصاري ولا المصاري يا شادي مصاري ما هي كل شيء لا والله نقعد مرات كل شيء مصاري ما هي كل شيء وهي كل شيء هي كل شيء ما هي شيء وهي كل شيء سعد ربك يا رجال وصلات زين الله رب العباد بحرم من كل شيء بيعطي كل شيء فين هذا كلام سيء أني أخوي عمر نخب الحياة نخب حياة أفضل نخب حياة أفضل يساعدك صح يساعدك حياة أفضل بسم الله صحة مستحيل فيها وسكي مستحيل فيها وسكي هاي فيها وسكي هاي مكسورة مع تفاح خلص لا مستحيل وسكي وسكي فيها وسكي لا يا زلمة مدمن خمور يعني من الأمكان مدمن خمور مدمن كحول كحول
ده هي في ويسكي شاهد ايه؟ انت متأكد انه في ويسكي؟ مية اوف مية مية مش هيك انا بشرب بس لانه والله ما اخذ دوري هذه خايف اراجع ما اتحملش الاشرب الاول الان خايفني ما اتحمل الاشرب بصير خايف ايش؟ خايف تتراجع خايف اراجع وبعدين اذا رجعت ايه؟ يعني بجوز مسلم ما اعطيك طب انا عندي فكره اذا حسيت حالك متراجع افرش من النوم ما في ولا فكره لا خليها على جنب لا جديد فريش هاي نفس الفكره في ليمون جبت انا نص كيلو او ليمون يسعد الليمون ما حد يعرف قيمته والله انه مجنن ما حد يعرف قيمته الا اللي بخس بصره يعني رجعت ليمون وتعطي تعطي مزرعه يا شيخ في المجاري جنب المجاري اللي بدات على البيت والجيران كان تعطي ليمون لما تحمل ليمون 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 بعدين كبر وصوت وقطعناها راحت خلاص ما عرفنا قيمتها الا ايش لما صرتوها طبعا شجرة الليمون ايه تجنن يا زلمة في البيت واحد ليموني ليمون هو انا بداية تجوز رايحة حرام لا تجوز لانه انا بقول لك ليش فعلا عندنا الزيتون مثلا الزيتون بيطلع منيح الضفة الغربية بلاوي عجون هون اربد كرك عجون اربد 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 جرش جرش مهنيك اما هون هون ما بطلعش بس جزين تعرف شو بيطلع عن جد بيطلعش فيها كيلو بس بالسنة كيلو بالضبط بس زاكي بس مش لوك يعني حبة ال كمل احنا عندنا ليمون حبة بزر تقريها بزر يعني مش عارف فترة عمر يعني لايم مش ليمون